عنوان التلفزيون ماله؟ كل ما احاول فيه مش راضي يشتغل ولا يجيب صورة خالص. معلش يا عبد، حاول فيه تاني، يا اما تتصل بالشركة تيجي تشوف. ايوه فعلا، المفروض اتصل بالشركة تيجي تشوفه، لان انا غلطت فيه، حاولت اصلحه مش راضي يتصلح ابدا. انا مش عارف مين اللي ايديه طالته وبوظه كده. يا ترى مين؟ مفيش غير بنتك بس. بس اكيد اكيد هي اللي عملته كده، ما هو مفيش حد بيخرب في البيت ده غير بوس. مش عارفة والله يا عبد، هسألهم واشوف. ما سمعت ماما وبابا بيتكلموا عن التلفزيون اللي باظ، انا بقى اللي هصلحه لهم. انا بعرف اصلح واصلحه لهم واشغله لهم. بلاش يا عزام، ده انت ايدك فيها الحاجات الوحشة، ده انت ايدك ملعونة. بلاش يا عزام. بس يا ريت تسكتش، انا اللي هصلحه. ملكوش دعوة انت، انا هعرف الصرف، انا اللي هصلحه واوريك. وانا جبت العيب ده اهي عشان اصلحه. ماشي؟ لا لا بلاش بلاش. يا نهار ابيض، ايه اللي فرق عليا يا عزام؟ يخرب بيتك، بوظته. يا لهوي، انت بوظت كل حاجة. يا وشي 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 وفرقع. يا وشي عملت ايه يا عزام؟ عملت ايه؟ عارف يا بابا مين اللي بوظ التلفزيون؟ لما انت قلت ان التلفزيون باظ وهتتصل بالشركة، عزام سمعك وعارف مين اللي بوظه. لما كنتوا واقفين وقلت هتتصلوا بالشركة، عزام هو اللي بوظه. وجاي سماح قاعد يخبط بالمسامير والمسامير. بتخرب كده على طول زي بوسبوس، اعوذ بالله منكم. يا انت يا بوسبوس اللي بتخربوا في البيت، اقول عليكم ايه بس؟ قلت لك اتصل بالشركه يا عبدو. ما انا رحت اتصل بيها، لقيت ابنك عامل الجريمه دي، جت على الجريمه دي. عامل ايه بس يا ربي؟ اهرح علينا التلفزيون خالص، ما بقاش عندنا تلفزيون. صح، عندك حق، المفروض ما ياخدش مصروف. يا بابا انا كان قصدي اصلحه مش ابوظه، مش ذنبي والله. اعمل ايه بس؟ ما هو فرقع في وشي اهو، وشي وارم. قولوا لي بس اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه خالص، وبعدين دي كهربا يا حبيبي، غلط ممكن تتكهرب وتموت فيها. خلاص يا عبدو، خلاص يا عبدو، حصل خير. معلش، ربنا يعوض علينا، نشتري واحد جديد وخلاص. يلا اعمل ايه بس؟ اعمل ايه في نصيبي في عيالي؟ انتوا بقى محدش يجي جنب حاجة تاني ولا يلمس حاجة تاني في البيت. اللي هشوف ويلمس حاجة تاني في البيت هديله حتة علقة. بابا اخصم منه مصروف. بس انت يا سوسة، انت السبب اللي خليتي بابا يتعصب كده عليا. انت اللي وقعت التلفزيون على فكرة، طلعت على الكرسي ورحت ضربه وموقعه على الارض، ورحت مش عايز اشوف عيالك دي قدامي.